تعرض آدم ابن الفنان ماجد المصري لحادث سير خلال قيادته لسيارته في الساحل الشمالي، وانقلبت به السيارة مما أدى إلى إصابته ببعض الكدمات الطفيفة في جسمه. وبالتواصل مع الفنان ماجد المصري قال في تصريح لليوم السابع إن حالة ابنه آدم مطمئنة وهو بخير، وأصيب فقط بكدمات طفيفة، وعاد للمنزل بعد تلقيه العلاج في أحد المستشفيات هناك، مضيفا أن الحارس ألحق العديد من الأضرار للسيارة، وقال مش مهم السيارة، المهم ابني بخير. ونشر اليوم السابع الخبر ده هو بتاريخ 28 أغسطس 2020. ربنا يطمنه على ابنه ويقومه بالسلام. ولد ماجد محمد المصري يوم 19 مارس عام 1963 في مدينة طنطا بمحافظة الغربية. تخرج من كلية الشريعة بجامعة الأزهر، كتير معرفوش المعلومة دي، وتزوج للمرة الأولى من الفنانة منى إشقش ابنة الملحن حسن إشقش، والتي أنجب منها ابنته مهتاب اللي اتحجبت دلوقتي، وكذلك ابنه الكبير أحمد. ديت منى إشقش ابنة حسن إشقش وهنا مع ابنه الكبير أحمد. ده ابن منى إشقش وماجد المصري. بدأ ماجد المصري مشواره الفني من خلال الغناء في الملاهي الليلية والفنادق مع زوجته الأولى منى إشقش، حيث كون ثنائي غنائي باسم ماجد ومنى، كما قدم ألبوم غنائي بمفرده ولكنه لم يلقى النجاح المتوقع، ثم اتجه بعد ذلك إلى التمثيل بعد أن اكتشفه المخرج حسام الدين مصطفى، وقدمه للسينما في العديد من الأفلام السينمية منها تفاحة وست الستات، وأجاد دور الحارس الخاص في المسلسل التلفزيوني لدواعي أمنية. ثم تزوج ماجد المصري للمرة الثانية من رنا عطية وأنجب منها ابنه آدم وابنته دليدة، يعني عنده 4 أبناء. دي مراته التانية رنا عطية، دي رنا مراته التانية بعد منى إشقش. وقد نشر الفنان ماجد المصري على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي على انستجرام صورة لابنته معايدا إياها بمناسبة عيد ميلادها، دي اللي هي ابنته الكبيرة مهتاب وابنة منى إشقش، ده قبل الحجاب طبعا، متمنيا لها السعادة ليفاجئ جمهوره بأناقتها. وعلق ماجد المصري على الصورة قائلا كل سنة وانت طيبة يا روح قلب أبوكي، وعقبال ما أشوفك عروسة يا رب. ده البوست، كل سنة وانت طيبة يا روح قلب أبوكي وعقبال ما أشوفك عروسة يا رب. كما قلنا من قبل، تزوج للمرة الأولى من الفنانة منى إشقش ابنة الملحن حسن إشقش، والتي أنجب منها ابنته مهتاب وكذلك ابنه الكبير أحمد، دي اللي هي منى إشقش ابنة حسن إشقش وده ابنه الكبير أحمد، ودي بنته الكبيرة مهتاب. ثم تزوج المرة الثانية من رنا عطية وأنجب منها ابنه آدم وابنته دليدة، دي مع زوجته الثانية رنا عطية وده ابنه آدم، ديت من زوجته الثانية رنا وهنا ابنته الصغرى دليدة، ديت من رنا عطية دي دليدة. هنا مع رنا مراته التانية وبنته. وشاركه المتابعون بآرائهم على صورتها، فقال حساب يحمل اسم ماجد حمدي تبارك الله ما شاء الله يخليك ليها. وعلق حساب يحمل اسم عزة نبهان أمر وكل سنة وهي طيبة وعقبال ما تشوفها أحلى عروس. وقال حساب يحمل اسم جوجو فارس يا رب تفرح بيها إن شاء الله وتشوفها أحلى عروسة. حساب ابنة الفنان ماجد المصري السبت 2 مارس 2019 ضجة كبيرة من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على تطبيق انستجرام خلال احتفالها بمرور عام كامل
على ارتدائها الحجاب. ده الفنان ماجد المصري، وكتبت على حسابها على انستجرام: بنت من ظهر راجل، ابويا ظهري وسندي. طبعا بتفتخر بابوها الفنان ماجد المصري، وده البوست اللي أثار ضجة كبيرة، وهنشوف مكتوب فيه ايه دلوقتي. وعلقت الشابة على الصورة قائلة: 365 يوم في نعمة الحجاب، الحمد لله. وكشفت ماهي تاب للمرة الأولى القصة التي أدت إلى التزامها بالحجاب، وقالت بكل صراحة: زي النهاردة من سنة كان يوم مهم أوي بالنسبة لي، زي النهاردة من سنة كنت قاعدة مع بنات قرايبي في البيت، واليوم ده ما كنتش مركزة معهم خالص ولا مع كلامهم. وأضافت: كان في صوت في وداني مش بيروح بيقول لي يلا يلا اتحجبي، وكان كل ما حد يسألني سرحانة في ايه كنت بقول أي حاجة تانية ما كنتش عايز أقول عشان مرجعش في قراري. روحت البيت بعد الساعة 12 وبقينا يوم 1 مارس قررت إني مش هنزل غير بالحجاب، وفعلا نزلت بيه. كشفت الفنانة منى إشعش اليوم الجمعة 26 يونيو 2020 عن إصابة والدها الموسيقار الكبير حسن إشعش بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وقالت: الكورونا راحت لبابا لحد بيته زي ما جات لي لحد بيتي. اللهم لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك اللطف فيه. يا رب اشفي أبويا وعافيه واشفيني واشفي كل مريض يتألم، آمين يا رب العالمين. دي منى إشإش، ودي طليقة ماجد المصري وليها منه عيال وهنشوفهم بعد شوية. ده الموسيقار الكبير والدها حسن إشإش. ونشرت منى إشإش مقطع فيديو لوالدها عبر حسابها الشخصي على موقع انستغرام، ظهر فيه وهو يقرأ القرآن عبر مصحف إلكتروني على هاتفه، وقالت: من فضلكم الدعاء ربنا يزيح عنا وعنكم الوباء والابتلاء. الفيديو ده في رمضان 2020، وأضافت: أي حد يتعب يتصل ب105 ويختار رقم 3، بيردوا على طول، دكاترة محترمين. وكانت قد كشفت الفنانة منى إشإش قبل أيام عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، مشيرة إلى أن كورونا سببت لها جلطات وزاد من ضيق التنفس. وقالت الفنانة منى إشإش عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام منذ قليل: قدر الله وما شاء الله فعل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، مهما أخذنا حذرنا. للأسف الكورونا سببت ليا جلطات وزاد ضيق التنفس، لكن أنا مطمنة وثقتي ويقيني بالله قوي إنه يشفيني ويعافيني وتعدي الأزمة دي على خير إن شاء الله، ويا رب اشفي كل مريض يتألم. دعواتكم حبايبي واطمنوا عليا، إن شاء الله كرم ربنا كبير ورحمته واسعة، بحبكم. كما أعلنت مهيتاب ابنة الفنان ماجد المصري عن إصابة والدتها الفنانة منى إشعش بفيروس كورونا بعد ظهور نتيجة المسحة، وطلبت مهيتاب من أصدقائها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام بالدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل، وكتبت أيضا تعليقا: أرجوكم ادعوا لأمي بالشفاء العاجل لأنها أصيبت بكورونا. يذكر أن منى إشإش وماجد المصري قدما في بدايتهما الفنية دويتو غنائي لاقى نجاحا كبيرا في ذلك الوقت. دي مهتاب ابنة ماجد المصري ومنى إشإش.